الموسم الثالث عبقرية الأصحاب، مباراة مهمة في المجموعة الثانية، وهفكركم بالنتيجة. الضربة القاضية 40، الزمالك 40، تعادل. اللي هيكسب ماتش النهاردة هيتأهل لدور الثمانية. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. جون ومنار، منار وجون. دكتورة منار هتروح تسمع أغنية وترجعي لنا تاني. جون تعالى مكاني. استمتعي بقى بالأغنية. قبل تحت الضغط، جون حد دربك على تحت الضغط؟ أصغر واحد في العيلة، جوني الصغير. جوني الصغير دربك؟ كنت بديله بقى الحاجات اللي مذكرها وهو يسألني فيها. طب والله برافو عليه. بص، الأسئلة مش صعبة ولكن عايز شوية تركيز. ربنا يستر. لو الإجابة مش عندك هتقول إيه؟ بس اتفقنا. منار تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة ليبيا؟ طرابلس. صح. في أي من دول شمال إفريقيا قامت ثورة ابن الأحرش؟ تونس. غلط. تقع هضبة بلاتين بإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ فرنسا. غلط. كاتب راحل مؤلف مسرحية الهمجي، فمن هو؟ دينير رملي. صح. ما حاصل ضرب 5 في 500؟ 2500. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة الإمارات؟ دينار. غلط. قصر الشوقي أغنية المطرب لبناني، فمن هو؟ كاظم الساهر. غلط. ما هو اسم الغدة التي تقع أسفل الحنجرة؟ الدرقية. صح. فنان قام بدور صلاح أبو العزم في فيلم كيف؟ يحيى الفخراني. صح. صح. ولكن هارد لك، تعال مكاني. اتفضل. 4 إجابات صح من 9. يا راجل، كاظم الساهر بقى مطرب لبناني. أرائي سليم. عايزين منار تنضم لينا. لا طبعا، وفي سؤال تاني ما ينفعش عاد. يعني في سؤال تاني كده ما ينفعش عاد. بس خلاص بقى، دي منار جت. انا جيت. هتديها الإجابة. انا سافرت هناك. لا هي هتعرف إجابة السؤال ده. قعدت فترة هناك. منار الأسئلة سهلة، انت هتعرفي إجابة السؤال. سؤال سهل جدا، ما ينفعش يغلط فيه. طيب، عايز تعرفي جون عمل ايه ولا لا؟ لا. تحت الضغط كاونتر. ما هي عاصمة دولة ليبيا؟ باس. في أي من دول شمال إفريقيا قامت ثورة ابن الأحرش؟ الجزائر. صح. تقع هضبة بلاتين بإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ النمسا. غلط. كاتب راح المؤلف مسرحية الهمجي، فمن هو؟ لينين الرملي. صح. ما حصل ضرب 5 في 500؟ 2500. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة الإمارات؟ الدينار. غلط. قصر الشوقي أغنية المطرب لبناني، فمن هو؟ باس. ما هو اسم الغدة التي تقع أسفل الحنجرة؟ الثيرويد. صح. فنان قام بدور صلاح أبو العزم في فيلم كيف؟ مش عارف. لا باس. 4 إجابات صح و4 إجابات صح من جون، يعني تعادل. تعالي مكاني، ولكن بذمتك عاصمة ليبيا؟ مينتال بلوك. طيب تعال نشوف الأسئلة اللي ما جاوبتش. السؤال الثالث، تقع هضبة بلاتين بإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ هي في إيطاليا. السؤال السادس، ما هي العملة الرسمية لدولة الإمارات؟ انتوا الاثنين قلتوا دينار. انت ما رحتش الإمارات قبل كده؟ رحت الإمارات قبل كده كمان؟ كنت بتصرفوا بالدينار؟ انا رجعت في كلامي بس ما لحقناش، معلش. هي الدرهم طبعا. كاونتر بيخوف. قصر الشوق هي أغنية المطرب لبناني، فمن هو؟ مروان خوري. فنان قام بدور صلاح أبو العزم في فيلم كيف؟ برافو عليك، ولكن للأسف الشديد كان الوقت خلص. الدكتور يحيى الفخران. دي الأسئلة اللي ما تجاوبتش. برضو تعادل. كلنا نحيي جون ومنار، منار وجون. اتفضل. النتيجة اتغيرت ولكن ما زال التعادل. جون عندك 4 إجابات صح بقيته 60، منار عندك 4 إجابات صح بقيته 60. فقرة اللي جاية 25 نقطة لفريق واحد بس، هتفض الاشتباك. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء.
ضربات جزاء. أول اتنين كريستين وآية، آية وكريستين، وهنشوف الهدف الأول لصالح مين. السؤال الأول، حل مسألة الآتية: 35 زائد 4 في 14 يساوي كام؟ 35 زائد 4 في 14 يساوي كام؟ 206. الهدف الأول، هدف بلا مقابل، برافو عليك يا آية. جون والغرباوي، الغرباوي وجون، هدف بلا مقابل. السؤال الثاني، فنون، من هو مخرج فيلم الدرجة الثالثة؟ بطولة سعاد حسني وأحمد زكي وجميل راتب وسناء يونس وأحمد راتب ونعيم عيسى. نيازي مصطفى؟ مش نيازي مصطفى، إجابة خاطئة. علي بدر خان؟ علي بدر خان إجابة خاطئة. شريف عرفة، منال ومنار، منار ومنال. السؤال اللي جاي سؤال في الرياضة. السؤال الثالث، توجت البطلة المصرية روان العربي ببطولة كارول ويميلر في إحدى الرياضات، فما هي؟ كارول ويميلر. سكواش. الهدف الثاني، 25 نقطة لفريق الزمالك، النتيجة اتغيرت، 85 للزمالك، الضربة القاضية 60. بداية كانت صعبة على الفرقتين، عمالين ياخدوا الريسك ونقط كتير عمالة تطير وأسئلة سهلة ما بتتجاوبش، ولكن ابتدى المستوى يتحسن بداية من الفقرة الثانية. الهدف الثاني، في ضربات الجزاء عرفت اجيب جون رجعني ب 25 نقطه ثانيه للفريق وتقدمنا بيهم شويه. تحت الضغط، هي بجد تحت الضغط، كان في اسئله كتير قوي سهله، يحيى الفخراني في المكيف صلاح، ولكن سؤال واحد ب 30 نقطه فعجله الحظ يخلي الضربه القاضيه يتقدموا مره ثانيه. اداء الفريق بيتحسن، انا عارف ان مستوانا مش قد كده يعني، وكان المفروض يكون السكور اعلى، وإن شاء الله نكمل على كده عشان نفوز بالماتش في الآخر إن شاء الله. خلينا نشوف إيه اللي هيحصل بماتش النهاردة هينتهي علي. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 65 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 97500 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 217500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين.